الذي أحاط بكل شيء علما وجعل لكل أمة منسكا وأجلا مسمى، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم الخلاق، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم التلاقي ولقاه. أما بعد، فيا عباد الله أيها المسلمون الأكارم، اتقوا الله في السر والعلن، استقيموا على طاعته في كل زمان، وراقبوه في كل حال، وأبشروا من ذكره في الغدو والآصال، واشكروا نعمة الله عليكم وما سقاه من فيض جوده إليكم، حيث وفقكم لصيام رمضان وقيامه، وبلغكم المنى من كمال عدته واختتامه، وجمع لكم من عيد الفطر وعيد الأسبوع في يوم فضله مشهود وخيره مجموع. واعلموا إن الجمعة والأعياد شرعت تذكارا للميعاد، استبصارا بالتآلف والتناصح والاجتماع، والاجتماع على كل عمل صالح، والإقبال بالقلوب الغافلة على علام القلوب، وتعظيم شعائر الدين، حيث قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيا أيها الغافل عن طاعة الملك العلام، الرافل في ثياب الغفلة والآثام، لا تغتر بالزينة في اللباس مع ما تمضي عليه من الانتكاس، وما يفرح بالأعياد والفصول إلا من بنى توبته على الأصول، التي بها الوصول إلى النجاة والقبول. اتقوا الله ولا يقول قائل منكم ذهب رمضان، ويعود لطاعة الشيطان وملامسة المعاصي والعدوان، فإن رب رمضان باقي لا يزول ودائم لا يحول، مراسم عبادته قائمة، ومعاملته التي يربح بها العامل دائمة، دائمة. خرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي بن الأنصار رضي الله عنه قال: قال رسول الله